هذا كذابة، قاعدة عم تألف علي قصص. تخيلي، راحت خبرتهم إنه عرفت زواج سحر وطلال مني، وأنا مستحيل أحكي. إن شاء الله ينقطع لساني إذا نطقت بحرف واحد. وهي مصلحتها إيه تعمل كده؟ أكيد بدها تصغرني قدامهم. إجتها الفرصة تتنتقم مني، تعمل لي مشكلة، وأكيد وطبعاً تخلي راشد يشك فيي. خديجة بليز، إذا وصلك أي كلام منهم ما تصدقيهم، أنا مني هيك. وحتى اسألي سحر قدي أنا وقفت حدا، وكنت اسألها دايماً إذا عايزة شي. طيب لو مش أنتي اللي قلتي هيكون مين؟ والله ما بعرف، ولا حتى بعرف هي بتداري عنه ليه. إحنا هنعرف. هنعرف مين اللي قالها وليه عايزة تداري عليه. وهنعرف إزاي إن شاء الله؟ الخدم بس هما اللي بيقدروا يعرفوا إيه اللي بيحصل ورا الأبواب المقفولة. وفيلا راشد مليانة خدم، ومعتقدش إن هما يبخلوا علينا بمعلومة زي دي. وهنعرف منهم الحقيقة. أوه، هشوفك رايح هنا هني. شنو ما بتاخذ بنتك وتمشي؟ ما انا ملاحظ انه هاي الجمله صايره سهله كثير عليك. وانت يزعجك انها تكون سهله علي؟ ولا يضايقك ان ما قمت تقدر تلوي ذراعي بهالكلمه؟ خصوصا ان كل لحظه وكل ثانيه تقول لي اياها، وانت تدري انك لو خذيت مريم ومشيت ما راح يستقبلك الا الشارع. وانت مفكر انه هذا اللي مخليني بقيان هون؟ لا طبعا، في سبب ثاني. الفلوس. في أحد يقدر يرفس النعمة؟ مصيبتك إنك مفكر إنك بتقدر تشتري الناس كلها بالفلوس. أنا شريت وخلصت. خليني رايحك، تعال نلعب بعيد عن مريم. أنا ما تأزم وضعي معك إلا لما اكتشفنا إنه كلامك عن ثقتك فيني طلع فالصو. وإنت تهجي أنا ليش ما أثق فيك؟ لأنه في مين عم يلعب لك بعقلك. والواضح إنه مشكلته مو معي ولا بشكل خطر عليه، مشكلته مع بنتي هي اللي جوا. وانت عبالك إن أنا كل كلمة تنقال لي أصدقها؟ مليكك صدقت وجيت انبحثت علي. انت بعد الله يهداك ما كان عندك جواب ولا حتى قدرت تدافع عن نفسك، وكل مرة وكل سالفة تعيد لي نفس السبب وبنفس الأسلوب اللي ما عندك غيره. لا أطمن هلأ راح أغير أسلوبي. بقول لك إني أنا قاعد هون هيك لحتى تلي أفرقنا بريحة طيبة.